اهلا وسهلا الكبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، هذا مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديالي. توحشكم بزاف بزاف بزاف. كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ كي دايرين مع هذا الجو، مع الشتيوة، مع هذا الجو الفن اللي في الصراحه كيحمقني انا، هذا الجو هذا ديال الشتاء والبرد وكيكون دف. ومهم كيعجبني هذا الجو بزاف. اللي بحالي تقولها لي في لي كومونتير، تقول لي شنو كتفضل، واش الصيف ولا الشتاء؟ بصراحة كل حاجة وحلاوتها، الصيف حلاوته بوحدو والشتا حلاوتها بوحديتها. وهذا ما كان الكبيدات، وهنايا كي كتشوفوا يلاه كي فقت شعلت لا كاميرا وبديت معكم لا فيديو. اول حاجة كنديرها غير كنفيق الصباح هي كنصاوب بلاصتي البنات. والله ليلى ما صاوبتهاش في الوقيته اللي يلاه انا حل عيني، راه كتبقى النهار كامل هكاك. داكشي علاش كيخصني غير نوض نصاوب بلاصتي باش يبقى البيت مجموع، وهكا النفسية كتغير واحد شوية. وصافي هنا كانوا شي حويجات عندي كنديرهم في المعلق باش نردهم للماريو. تهنيت البنات من الطويان، راه ما كنحملش الطويان راكم عارفين، لدرجه انه واحد المره كانت ماما مؤخرا في الحج شهر 45 يوم وهي ما كايناش في الدار، كانت في الحج. وملي جات لقات الحوايج ديال النشير، كندير الحوايج في الماكينه يتصبنوا، وكندير كلشي في الدار، كلشي صوبته في الدار، كلشي مجموع، كلشي مخمل الا النشير ما كنطويش. لقات عرفتو الرام ديال الحوايج ديال النشير، سبحان الله ما عنديش مع الطويان. واللي بحالي تقولها لي في لي كومونتير. حتى ملي كان عندي الماريو ما فيهش سنتر، اي كنشد كنلوي الحوايج وكنديرهم في الماريو. انتما غيبالكم غير مع الطويان اللي درت لها السروال وداك البينوار ما عنديش البنات مع الطويان. ايه عزيز عليا الحداقه والنقاوه اختي والتخمال والتيدو جافيل، ولكن حتى الطويان وما عنديش معاه. صافا كبيدات هادشي اللي كاين. انا عارفه بزاف ديال البنات يقولوا لي ناري اختي البرد هذا وانت جالسه هكاك. البنات راه كنهضر معكم هنا وحده الباب راني حاطه واحد السوفاج ديال البوطه كيسخنني. ايوا هذا ما كان الكبيدات. صافي غادي نجبد دابا حويجاتي اللي غادي نلبس، حيت غادي نمشي عند واحد خالتي. غير مؤخرا كان عندها ضريب صداق، تزوجات، كنقول لها من هنا الله يكملك بالخير والله يسهل عليك والله يفرحك والله يعطيك الذريه الصالحه انت والسيد اللي غادي تكملي مع حياتك ان شاء الله يا ربي. والله يسهل على اي وحده باقا ما مزوجاش وباغا تزوج، ولا اي وحده باغا تنجح في قرايتها ولا تنجح في حياتها. وهذا ما كان كبيدات، كنت دعي اختي معاكم، نتوما اختي دعيو معايا. وهذا ما كان كبيدات، كي قلت لكم غادي نمشي دابا عندها. هي دابا تقريبا شي 3 ايام دابا باش دارت ضريب صداق ودارت واحد الحفيله صغيره غير بين العائله. ودابا حين راحت للدراج لها عارضه، انا دايره العراضه للغدا لخوالاتي ولينا. وهادشي اللي كاين، غادي نمشي غادي ندوز معاهم واحد شويه، واحد نجلس معاهم واحد السويعه وغادي نرجع للدار حيت عندي شي شغله البنات، ما يمكنليش نبقى جالسه بزاف. ماما راها من الصباح اللي مشات لتما. وصافي كبيدات هذا ما كان، خليكم مع الفيديو حتى الاخير اختي، ما تديوش على ديك الشكاكه وناري شكاكسي. شعري البنات ما مصاوب ما حتى شي حاجه، ديما كنقولها لكم ما كنبغيش نبقى نصاوبو بحال هكا شاك سومين ولا كل حمام نبقى نصاوب شعري. خصني حتى الا كنت غادي نمشي لشي بلاصه عاد نصاوب شعري. واخا عندي البلاك في الدار، عندي المشطه ديال السوشوار ديال الضو، عندي البابيليز، ولكن كنبغي نتفادى هادشي حيت اصلا حنايا كاملين ولا كيطيح لينا الشعر. يعني ما كاينش شي وحده دابا ما كتعانيش من تساقط الشعر. عاد الا بقيت كنصاوبو كل مره كل مره راه غنقرع اختي غنقرع. خلي لي ديك 4 ريال الشعر اللي باقيه. وهنايا كتشوفوا درت الفوندو تان ديك الحبوبه اختي، ما عرفتش منين جاتني، ما عرفتها منين تسلطات عليا، ودرقتها بداك لونتي ساغن. وصافا كبيدات هادشي اللي كاين. المهم غادي نسكسفوا الحاله واحد شويه، وخليكم مع الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش اختي اللايك لايك لايك. وبزوات لكم كاملين، كنموت عليكم كبيدات. بنات واخا الميك اب باينه فيا باقا مبوقه بالنعاس، وحق الله العلي العظيم من الملايه لهنايا للمرايه للمكياج للروينه. وصافي ما قبلوا عليا اختي، غير قبلوا صافي. المهم فاش لبست دابا الجاكيطه ما بقاش قادره ندير يدي هكا باش نبعد عليا التليفون، حوايج البرد كيعذبوا شويه. المهم البنات شو الميك اب اللي درت، غير ماسكارا خفيف وداكشي. غنقلب دابا كاميرا باش نوريكم في المرايه شنو لبست. وشعري البنات غير ما تديوش عليه، شعري راه حالته فريمون حالته حالته، غادي بانيتو بحال هكا وصافي. المهم نقلب كاميرا. فوالا كبيدات، ها انا هادشي اللي لبست. لبست كيطمه، ها نتوما شوفوا كيفاش دايره. لبست هاد الكيطمه وهاد السبادغي في الابيض،
وصافي لبست هاد الجواكيطه هادي اللي كتجيب هاد الفرور هكا كيحمق الصراحه، اللي واعره واعره بزاف. وصافي الكتمه هذا هو الديزاين ديالها، ما عرفت واش ديجا شتوني بها ولا لا. وصافاك بدات الصراحه الميول ديالي كيمشي لي بزاف لهاد الستيل هكا ديال الحوايج ديال الكتمه ديال شي حاجه سبور. ما كتعجبنيش دوك السبيبطات اللي داكشي، لا لا اختي داكشي الكيوت ما عنديش، ما عندي مع داكشي بحال هكا نكون سبورتيف كنلقى راحتي بحال هاد الحوايج بحال هكا. وصافي هانتوما كي قلت لكم شوفوا شعري كيفاش جمعته، راه حالته حالته، ما بغاني تجمع لي لا هكا لا هكا لا هكا. المهم حقاش ما مصاوبش، ما كنبغيش نصاوبو غير في الدار. وصافي هذا هو الميكاب اللي درت، صافي هادشي اللي كاينه كبيدات. وبالنسبه للصاك اللي هزيت هو هذا نوري، هزيت هاد السويك درت فيه غير مسيكه هاد السويك درت فيه التليفون الاخر ديالي وصافي الفلوس. المهم راكم عارفين هزيت هاد السويك هذا صغير. وغندير الكبيدات هاد الريحه ديال البرد ديال العود نوار اللي شي حاجه طوب ديال الطوب البنات، هو اقسم بالله اللي شمتها فيا كتقول لي اختي هاد الريحه شنو سميتها منين شريتيها. المهم هاد الريحه ديال من برا يعني جبتها لي اختي من برا، ولكن البنات راه شي حاجه اوريجينال شي حاجه واعره بزاف بزاف. وكيعجبني بحال دابا هكا في الجو ديال البرد فوقيت هاد البرد ندير بحال هكا روايح ديال العود داكشي كيجيب لي الله الدفء، كيعجبني بحال هكا الريحه بحال هكا. وراكم عارفين اختي انا مبليه بالريحه. وصافا كبيدات المهم يلا نخرجوا، ودابا راه فيا البرد في الدار حيتاش الدار بارده. وفاش غنخرج الا جاني الصدر غنحيد الجاكيطه. المهم مازال ما عرفت شنو الجو كي داير، اصلا غنمشي في الطاكسي حتى لباب الدار ما بعيداش بزاف. خليكم معايا كبيدات. السنسور طلع مختي عندكم هنايا دير الضوء اللي شفنا في الفيديو دير الضوء هنايا. يلا وصلت دابا ما عرفتش علاش كاين الصراحه الضبابة، يمكن حيت ما كاينش الضوء. دابا انا جيت دابا عند خالتي وتغديت دابا غدا بحالي. سمحوا لي ما صورتش لكم حيت كاينين الصداع كاينين الناس داكشي علاش. دابا خاصني غادي نمشي للدار وصافي هادشي اللي كاين، نمشي للدار ونكمل معاكم ان شاء الله. دابا يلا كيشعلت على البوطه درت شويه ديال الماء يغلى مزيان باش غادي ندير شويه ديال اللويزه. غادي ندير اللويزه البنات كتعجبني في هذا البرد، كنحس بها كتدفي الذات من الداخل وكتهد الاعصاب. مع اختكم عصبيه بزاف من الباب نيشان دخلت الكوزينه البنات، ما فيها ما طلع الفوق عاد لبس بيجامتي عندنا بطل هنا. والله البنات ما فيها ما ندير هاد الخطوات هادو كاملين، اللهم نضرب عصفورين بحجره ونصاوبها ونديرها في هاد الكويس هذا اللي كيشد ليا السخونيه. ها هو وعاد ساعات نطلع معكم للفوق ونلبس عليا البيجامه ديالي ونشعل الفرن يا اختي ونجلس نسخن. جيت البنات بالزربه حيت عندي هكا ديال الخدمه ديال بصح البنات اللي معايا في الدومين راهم عارفين شنو كاين. وعندي شي فيديو خصني نمونطيه لكم باش نحطو لكم قبل من هذا. وصافي هادشي اللي كاين، جلست مع خالتي شويه ودرت معاهم الصواب ودرت معاهم وضحكت معاهم، بدلت شويه الجو من الداخل شويه من الدار، تغديت معاهم. اهم حاجه الغدا، تغديت اختي اهم حاجه اني تغديت. كتعجبني الماكله ديال العراسات، اللحم بالبرقوق الدجاج بالتغميره كيعجبني هادشي هكا يكون بلدي. وصافي كبدات هادشي اللي كاين. المهم غادي نخلي الماء يغلى غندير اللويزه اللي فيها الاعصاب اعصاب بحالي كتشرب من اللويزه تهدي اعصابها. وهذا ما كان الكبيدات. المهم خليكم معايا تنطلع للفوق ونكمل معاكم لا فيديو. انا رجعت لكم يا اختي من بعد ما لبست البيجامه السخيخه البنات ديال الكشمير اللي فنه. هانتوما شوفوا كيفاش دايره في هاد لا كولور هادي، وهذا هو السريويل ديالها في هاد في هاد لي كولور هكايا فنين ديال البرد. وصافي هادشي اللي كاين. وجيت دابا جلست خدام بيسي باش غنمونطي لكم واحد الفيديو. عماني الضو ديال بيسي غنقص منه هكا صافا مزيان البنات كتشوفوني. وصافي هي اللويزه ديالي غنشربها كتبقى البنات سخيخه وفنه. حطيت هدايا البنات ديماكيون ها هو باش غنديماكي وجهي. وهنايا في هذه ديال هاد البواطه هذه اللي كانت ديال المسكه درت فيها الكوطون ديسك
ها هو البنات شتو باش نديماكي وجهي، حيت ما يمكنش نعس هكا بالماكياج، واخا يعني باقا ما غاديش نعس، ولكن غير نديماكي وجهي البنات. هاد الديماكيو انا ديما كنقولها لكم، ما اشهار ما حتى شي حاجه، فريمون توب ديال التوب. شوفوا البنات، شوف شوف شنو كيحيد، واعر واعر بزاف. وكنفضل هاد الديماكيو هذا ديال غارني على بزاف ديال لي ديماكيو. صافي غيبقاو لي غير عيني، ضروري غادي نغسل الماسكارا. وصافا كبيدات، الرجوع الى الاصل فضيله. بزاف ديال البنات كيبقاو يعايروني في لي كومونتير، اختي اش بيني وبينكم؟ علاش كتعايروني؟ اش بغيتو عندي؟ اش بيني وبينكم؟ الحمد لله بعدا غير ملي كنفيق الصباح وكنلقى شفاري عندي وكنلقى حجباني عندي وكنلقاني في بلاصتو وفمي في بلاصتو، كنحمد الله وكنشكرو. انا عاجبني راسي ومتقبله راسي ومتصالحه مع راسي بزاف بزاف بزاف. انا غير هضرتكم كتدخل من هنا وكتخرج من هنا. هادشي كنقولو الناس اللي فيهم بزاف ديال الهضره وفيهم العياقه وفيهم كيبقاو كيقولوا شي كومونتيرات اللي ما خصهمش كاع يتقالوا. انا بعدا عندي الجرأة انني ندير لكم دي فيديو بلا مكياج. اما اختي انت راه كما يمكن ما كتخرجيش بلا مكياج كاع نهائيا. انا كنبغي نكون على طبيعتي مع الناس اللي كيبغيوني، سيتو هذا مكان. صافي ما غاديش نهضر في هذا الموضوع بزاف باش ما نعطيش الموضوع اكثر من حجمه. وهذا مكان كبير ديالي، المهم دوزت معكم هذا النهير هذا كيف ما كان. شوفوا البنات شحال كيتحيد ديال المكياج، شوفوا شوفوا هذا هذا زعما هذا مشات لي هاد الديماكيو خطير البنات، واعر واعر بزاف. وصافي كبيدات هادشي اللي كاين، عاد ارتاحيت واخا باقا ما غسلت يعني عيني من الماسكارا، ولكن البنات عاد ارتاحيت. غنمونطي لكم واحد الفيديو دابا بعدا. شوفوا هاد الحبوبه هنا، ما عرفتش منين تسلطات عليا البنات، ما عرفتش منين جاتني، وحي خلات لي واحد شويه ديال لاطراس. كنتمنى ان شاء الله غدا ملي نمشي للحمام يبقى فيا لا طراس لا والو، حيت البنات تبعني التخمال غادي نخملو الدار كلها من باب الدار حتى لباب السطح. غتجي السيده غنتعاون انا وياها على الاقل، عندي واحد 3 جوغ ديال التخمال في الدار. وهادشي اللي كاينه كبيدات، كنتمنى تخليو لي اختي اللايكات ديالكم الواعرين. هيا ان شاء الله مانتي صيفطات لي ميساج. ايوا كبيدات هذا مكان، المهم خليكم مع الفيديو حتى الاخر. وما حالي انا رجعت ليكم يا اختي من قبيله اللي تفارقت معكم، وانا جالسه في هذه البليصه، بقيت جالسه في هذه البليصه. يلا دابا قررت انني نسالي معكم لا فيديو، حيت ما بقات حتى شي حاجه اللي غنصورها لكم. عارفه انه هذا الفيديو ما صورتش لكم زعما شي حاجه اللي سبيسيال، ولكن قلت ما نخبرش على الكبيدات ديالي وصافي. صافي بقيت جالسه خدامه واحد شويه دابا هادي البنات. نوريكم شحال الساعه، ها انتم 23 39 يعني 12 قلت له دابا غديروا 40 دقيقه 12 قلت له. ما قادره لا نتعشى لا حتى شي حاجه. صافي ملي تغديت قبيله عند خالتي بقيت شبعانه باقا مقهومه، ما قداش نتعشى، ولكن باقا ما غاديش نعس دابا يعني باقا عندي شويه ديال الخدمه. طلعت حدايا البنات غير شويه ديال الديسير، طلعتها هو البنان والليمون وواحد الحبه ديال لافوكا، ها هي كتعجبني ناكلها غير هكاك بالمعلقه، ولا كتعجبني عصير. وصافي هادشي اللي كاين حدايا هنايا شويه ديال السقاطه، وهادشي اللي كاينه كبيدات ديال العشيوه ديالي خفيفه ظريفه. ما قداش نتعشى وكان فيا الجوع وراه درت شي حاجه. وهادشي اللي كاينه كبيدات، نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر مع حاجه جديده. وعليكم بيزوات لكم كاملين، نتلاقاو في فيديو جديد. باي باي.